لابسات البراقع يا ابو سعد شاي يا بني انت هاني وينك معايا حساسية يا الرع وين الزهراني شبعت وينك مو انت غيرت اسمك لا بس كيف عرفتني جاي سبحان الله بالله كيف عرفتني جاي والله سبحان الله بالله كيف عرفتني جاي طيب بعلمك بعد اللي اني لا اجد ريحة يوسف يا رحمة الله يا كيف الحال الربع يا مرحبا شلونكم طيبين يا اخي ما شاء الله على التقديم الله لا يضرك الله يطول عمرك حتى الاشباع والله منك اتعلم يا ابو خليفه ومن ابو سعد الله يرضى عليك انت مبدع مبدع ما شاء الله ولك في المجال منذ مبطي الله اني اي والله كم طلعت حصيل الاسبوع ذا لا. يا سلام كم حط العنب بمخباتك فقرات انا اقصد غياب نظام المدرسه حط الفصفص طيب عسى شبعت يا ابو خليفه انت تدخل عند الحليب تم تجيب البيبسي تخضه تفكه لازم تحذفه تحذف على اي احد قدامك طق قلنا في وجه الطقاقه طاح بالمكرمون من اللي ضربني لا قد سويت تدخل وانت صغير تدخل على زواج الحريم وتخرب اخرب الطاولات وين المتعه والله والله يحسك مشاغب وانت صغير لا متعه وقتها ترى لا اسمع ما تشوفه يقول اسمع 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 قبل اسمع قبل مني انا في ابتدائيه كان عمري كم ثمان سنوات ما كان فيه ذاك التزيين القوي اللي يدفعون 30,000 40,000 قبل تزيينهم مش هو يحط لك ترتر على الطاولة قيمته ما تجيك 2000 ريال ترتر كان واو إيه؟ طيب كان إيه قبل كان واو وش كنت تسوي فيه كنت أندس تحت الطاولات نندس تحت الطاولات من بداية العرس المغرب يقفلون باب البيبان العشاء حلو وبعدين إيه؟ ونندس نندس جوا تطلعون إذا قفلوا نطلع خلاص نلعب في الممر نطلع على منصة نروح فوق عند المعرس كلا وناسة كنا ما ترى ما نعرف شيء ولا لا معنا لا جوالات ولا شيء أول جوال وش اللي شريته أول جوال النورس النورس اللي كذا بعدين كذا صح بس الرصاصي أوه كنت كش يا غبرتي في قلبي أفا ليش يا المغبون إيش فيك والله شوفك يوم يلعب الكلب والله والله اللعب الطبول دي ما شاء الله تبارك الله غبنا في قلبي اليوم يوم اشوفهم يلعبون اقسم صافي. بالله اني اشوف وليد الزهراني وهم يلعبون يسوي كذا ها قلت ها يا وليد بدك تطلع قال اشرت الان يقول لي كذا ها ما ادري من اللي قال لي روح البس ثوب بيجي اليوم حفله وكذا قلت وين ما هي في المشكله الثوب المشكله نايم ركبه واحد من حقنا والله انا بقدر العب بس والله يلعب واحد من حقنا العرضه والله بقدر العب بس ايش العب مرنها خفت نايم لك اشوف بسالك سؤال وش الفوبيا اللي تخوفك يعني تنفك رجلك لا ما هي فوبيا يا اخي انت لو جاك رباط صليبي بتعرف هي ذي اللي جت فيها الرباط هي خلاص من حقك تخاف انا كنت بقول عادي لا من حقك تخاف هذا اول اشرح لفهد يقول شوف لعبه قلنا نفس لعبنا يقول دقتهم دقتين تركني باللعب نفس اللعبه احنا نلعب العرضه رجلين يمين يسار وحزه اليسار واليمين عادي ترى اول من حقنا العرضه ثر ما يعرفوننا بلسامي يقول اللي ياكل معه في الطاوله قال انت فهد مطري قلتي قال انت يعني خايف من هذه القطوه اللي مرت اثر يذكر القطوه اليوم يوم طرت في الهواء ذكر هالمقطع ذا يقدمه ما كل ما قلت وليد الزهراني انا تدري من عرفني شخصون والله والله شخصون والله يعرفوني قال عيال والله ما زيد عليكم حرف في اللي طلع معي اسمه فخر لبناني او سوري جا قال انت احمد بتزبط الشاهي على حريميس كذا قال لي قال تابع ذاك فخر قال لي تابع اعلانات قال لي ابغى حريميس جيبه معنا انا طالع ادور بلافي ادور بلافي ما لقيته انا طه قال انا انت قبل شوي لك طه اول عيد اللي يعرفنا في المنتج هذا بعرف كل صديق طه وليد حر شوف انا كيف يا ولد انا بعلمك ايه بعلمك انا شغلت اسمع يا رجل
نطلع برا في البراد. اي والله شعوري زي الليله غريب يا ابو سلطان يا ابو سلطان. لا تحرك لا تحرك يا عبد المجيد مضبطه انا مضبطه مضبطه. لا 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 خله 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 زي ما يمكن من الكنترول يمكن تجيكم الخمول ذا اللي بعد عزيمه عشاء. الحمد لله والله ما شفته. شوف 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 والله ما ادري ايش يحط والله بس كذا يحرك والله يحرك بس. هلا والله اشتغل ما اشتغل يا اخوي انا الرجال الرجال مو فنيين صيانه. الله يرحم لي والديك كذا هو قال الرجال يا الرجال. ايش يقول يا احمد؟ الرجيل يا الرجيل الرجيل يا الرجيل ايش اقول لك كيف هذا؟ يا الله واحد من الخيال كل ما راح تسمعه دخل في محل ولا في صيدليه ولا ذا قال ارجع 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 كل يوم يقولها. قلت له انت شو المقطع وش هو اللي ارجع ارجع؟ قال انا اوريك ويطلع جواله وفي واحد هذاك يقول ارجع ارجع يوم صدم فهمت. قلت الحين ما لقيت تحفظ تمسك تمسك قلت ما لقيت تحفظ الا موقف سامج هتلاقي لك حافظ لك حديث ولا حافظ لك ها هي لقطته وش ابراهيم وش هي بلقطته يا اخوي انت اكثر واحد انا اتكلم لا اكثر واحد اللي يقول ارجع ارجع وش اللي يقول سافه ما لها داعي مره بعدين يقول انت احفظ لك حديث احفظ القران يذكر بالشيبان والله. اسمع ابى اعلمك على حاجه والله انه يقول ارجع لي ارجع لي ارجع لي ارجع ارجع انت والله انت ارجع تعال ابو فهد اسمع فهد 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 اقول شيء فهد هذه مشكلة اللي ما يغسل وينشف. ها احمد مشكلة اللي ما يغسل وينشف قبل يقول صحيح والله لازم تغسل وتنشف وتعرضها على دماغك بعدين تطلعها. فكرة لازم تغسلها وتنشفها ما تروح والله ايش في اللي دخل على سلطان سلطان الامير. سكر الباب سكر وجهك سكر الباب لا اجي افقع وجهك انت بالستاند اللي عند الباب سكر الباب لا اجيك بالستاند سكر الباب لا اجي افقع وجهك بالستاند. انا الحين مو عشان اقدم ثلاث ساعات خلاص اعطوني يا هم. طيب حبايب قلبي قولوا لا اله الا الله وقولوا امين. لا اله الا الله انت حمد اخونا ورفيجنا الحمد لله وزميلنا الحمد لله عمر بن هزال وبشركم ان شاء الله باذن الله انه بخير وصحه وبعافيه الحمد لله. والله يبعد عنه وعنكم جميع شر يا رب. والله العظيم انه كان يسولف معي قبلها يمكن بعشر دقائق يقول لي انا مرهق ما نام. انا شايف اصلا حتى يوم جاء هنا وقف عندي تدري ايش قال وين وليد الزهراني وابو سعد مدري من لا اللي معه بالمسرحيه اي وقف جنبي هو انا اصلا من اليوم شاك في الرجال رجال تعبان ويجي جنبي قال انا عينت وليد الزهراني اللي معك في الفرقه من؟ انا ومحمد الزعيزي وابراهيم اي قال عينت وليد الزهراني ومحمد تعرف اللي كان كذا في شيء جاء وقف هنا وقف هنا يا رجيم واحنا واقفين بعدين قال كذا تعرف اللي قام وجهي يتلوى مشى كذا ايوه جاء مشى خطوه الظاهر اقسم بالله كوف. على وجهه على وجهه انا افكر مقلب ما راح تركض بعدين يشد الوضع راح تركض لل أنا, انا كنت في الغرفه داخل شفته لما جاء بس الحمد لله وضعه طيب. يا رجال يا رجال هذا ارهاق ترى مرهق مرهق أيوه. البارح تدري وين راقد وليد على الطريق والله راقد في الثيل البارح والله لا دخولية ترى كان معنا وراح حط راسه ونام بالثيل والله الله لا يلوم يا اخي ترى خلاص ضغط والله العيال وصل لمرحله انه خلاص ضغط ضغط التفكير الحين تفكير أو شيء سهر ورهاق وغير كذا ترى التفكير له دور كبير تفكر في برنامج تفكر في وظيفة تفكر في عائلة تفكر في حياة تفكر وظيفة بعدين بوذات تلقاه كان يفكر بالبرنامج أكيد إني يفكر في شعر المليون أكيد إني يفكر في الناس والله والله إني سولف لي يقول لي إذا قبلها يمكن نص ساعة يقول إذا كان فكرك مشغول بشغلتين صحيح يا يقول لي كذا يقول اذا فكرك مشغول بشغله ثانيه ايش تسوي وكلها قويه ترى قلت له يا اخوي خذ اللي بيدك اصفر باليد ولا عجز فوق الشيء والله انك فكيت كذا قال قام من عندي انا وابراهيم النجاشي وجاء عندكم مرحبا يا بني عمي هالطار مرحبا يا بني عمي هالطار مرحبا يا بني عمي هالطار مرحبا يا رجال مرحبا يا بني عمي هلا طال مرحبا يا بني عمي هلا طال ايه شيلوا يلا شيلوا خلا رجل واحد ابو زهر يا بني عمي هلا طال مرحبا 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 يا بني عمي هلا طال
غير البلد على الطالة. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا. يلا يا ولد يلا. أبو سلطان حضر معانا. أبو سلطان حضر معانا. أبو سلطان والله حاضر معانا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا لا. مرحبا يا بني عمي هلا الطالة. حرميس حاضر. حرميس حاضر. مرحبا يا بني عمي هلا. يلعب يلعب خيميس. مرحبا يا بني. حاول جودك تجلسون لعبكم لعبه جميله لطيفه حلوه خفيفه لذيذه. لا تقتل المتعه يا مسلم. خلاص ايش عاد بطلع ذا برقص ترى بلعب. يا ولي يا سلطان ريحتها حلوه هذه. ايه معطر هذه. خلنا نجيبها. طيب ابو سعد يا رب صل على النبي. لعبه سريعه لكم فيها ولا مالكم فيها؟ رب كهرمان خلصوا في اللعبه. تبون تلعبون؟ تبون تلعبون؟ يلا شورى بينكم. يلا روح. طيب ابو سعد خليك يسار. ابو سامي يسار. ريحه مكه هنا. ايوه روح روح مع الفريق ذا. نجاشي خليك هنا. طاري يا عصيمي بتلعب. طاري خليك يمين. سعيد جدا اني انضميت معك. الربع صل على النبي. نفس ريحه الكعبه نفس ريحه اللعبه. يا عيال بنلعب لعبه بنلعب لعبه. طبعا من كل اذا اللي اذا وصلت نقطتين اللي اول فريق يوصل نقطتين بسحب واحد من الفريق الثاني بيستبعد. بس قبل ما يستبعد بيتعاقب. طيب طبعا العقاب فكرنا من العقوبات اللي فيها عقوبات. عندي العقوبات اللي ما لها داعي ما لها داعي. طيب ابو لافي خليك العقوبات واختيار الاسماء عندي. يلا كل فريق يجيب اثنين نقطتين اسحب على طول دايركت. يا عيال لا تغركم ترى الجوائز قيمة جدا. اوه اوه الدنيا وليد قديه حق جوائز. يا يلا اللعب جديد يا عيال عشان ما اعصب عليكم. ها بسم الله. اللعبة ذيك اللي ولا كلمة مسرحية مسلسل فيلم ما في غيرها شيله. كيف حلوة حلو يعطي الصحة على عبد الرحمن العصيمي. اجين اجين فاولي مسلسل. هذا مسلسل. مسرحية. مسرحية كذا. فيلم. فيلم. حكمة. حكمة. شيلة. شيلة. لا خلها مثل. مثل شيلات والله ما نعرف. هذا مثل؟ لا. يلا حط. حكمة مسرحية. مثل قل كذا بس خط. طيب كذا كذا مثل. خلاص طيب. طيب. اللعبة الأولى يعني. شيلة. حكمة. أنتم بتقولون شيلة ما نبي. إلا إلا نبي. كلمة واحدة. كلمة واحدة. أما لوبي. صح نقطة واحد صفر. وقف دقيقة. هذا تلاعب. هذا تلاعب. أول شيء قال شيلة بعدين قال شيلة. شيلة. واحد يقول لا حكمة. لا كذا الحكمة. يلا حلو. يجيبون نقطة ثانية. يجيبون نقطة ثانية أسحب منكم واحد استبعاد وعقاب. حتى يا عيال يا عيال أعيد وأكرر ترى الجواز طيب. طيب. ما قفت بها. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نقطة عندنا. مثل. 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 خمس كلمات. خمس كلمات. الكلمة الثالثة. الثانية. قبل الأخيرة. ثانية ولا قبل الأخيرة؟ قبل الأخيرة. ثانية. رجلين. جيت فاضي. أربع شلم جمل جمل شلم. أربع بيطلعون بيخلون. راح كم ثاني رجلي جيوبي رجلي جيب فاضي خامسة جيب خامسة خامسة. حط رجلك على قد الحافك. مد رجلك على قد الحافك. صح الفريق هذا. طيب هذا اللي دخلها في مد رجلك. انا هذا رجولك الكلمة الثانية باقي بعطيك الحافك. امدك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نختار واحد. ارجل ايه خلاص. ابو سعد ابو سعد هرب منك. نختار واحد. خلاص ابو سعد هرب منك. خلاص ثلاثة. العقاب ان اللي قام خصم خلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع شيلة. شيلة. هذا شيلة. كلمة واحدة. كلمة واحدة. اتصال. قلب. حب. احبك. وحشتيني. صح الفريق هذا منضبط جدا يا اخوان. وانتم اقسم بالله مره ما بقول. انا اعرف الشيء حق فيصل حبيبي بس نسيت اسمه. طيب خلاص مبروك. خلاص انت تدري يا ولد. وحشتيني. يا ثلاث نقاط احنا ولا نقطه.
كفو. أترى مسلسل أترى شيء. طيب. مسلسل. كلمتين. الأولى. أنا وأخي. أنا وأنت. أنا وأنت. الثانية. أنا والعائلة. أنا وعائلتي. أنا وأسرتي. أنا وأخواني. أنا وعائلتي. فوزي. أنا وأخواني. أنا وأخواتي. صح. لا ما ادري في مسلسل كذا ولا لا ما ادري ما في انا وخواتي يا راشد وين الماجد في الموضوع مره ما في مسلسل ما في واحد الفاصله عاد ليف خليك هنا المؤثرين يعرفون مسلسلات واحد يلا ترى ما جبت مسرحيه مسلسل والاول ما مسلسل لا هو مسلسل اي والله اخلص كيس اللي قبل شوي حكمه والله لا اجيب شيء ما تعرفونه لكن جيب احنا بدا لا ما تكتب خليني مسلسل كان لي الشرف انك تطلع معي على المسرح الاولى اطلع معك على المسرح دمعه عمر صح فريق هذا يفوز ما خليه يشرف دمعه عمر اللي كنت ابي اشوفك بطوله يا حبيب قلبي ما نسيته كان مع وائل وقدمني وائل ترى ما يبراي مسلسل اخر بالشيء يلا اختار يا حتى الشيلة ما كنت تدري ان في شيلة اختار عاد من هيف تراك معي لا ما ندري احنا ما ندري نختار ذا تغير من ورا لا ما ندري يخيبك السبب لا اصبر اختار انت هذا ما في خلاص السبب عند عاد صغير عاد من هيف ابو تطلع برا عقاب تمام وتنضرب عقاب انت معنا صح جاي ما وجود على طول الشايمك على طول جاء عقاب العقاب انك تسلم الشاي داخل عقاب سلم الشاي داخل عقاب يا عادل ريتي صح عادل خابر اسرع تبديل في الملعب اخوي ترى ما بلعتك من اليوم لا ابو حمود الله عادل تعرف اللاعب اللي يدخل الدقيقه 94 يصفر الحكم ومن اللاعب ينزل خذ كرت احمر على طول بعد دقيقتين من وليد كثير لاعب نزل سوى بلنتي وانطرد طيب يلا ها يلا طيب وليد متى تدخل؟ لا تدخل خلاص خلاص ادخل لا يا اخوي خلاص خليك ترى ما نباك يا اخوي بسرعه لان هذه الفاصله اللعبه الفاصله طيب شوف وليد عندي اقتراح هذه لعبه الفاصل الفريق اللي يجيب نقطتين يطلع واحد اللعبه الفاصل هذا فيصل اللعبه الفاصله ينزل من الحين الفريق الثاني يضرب الثاني ضرب مد ايادي ابغى انا يلا انا ابغى مد انا ابغى ترى انا ما غلطت عليك انا يجي من يلا خاف يا ربي مثال يقول مثلا اخلص مثلا اهل علينا وليد وانت تعال لي كذا كم كلمه تود بضربك بنجيب ما راح يجيبون ست كلمات خذوا العلم مني خمس كلمات الاولى الثانيه الثالثه الرابعه كم الرابعه رجلي جيبي خفي ساقي ساقك رجلي ساقك فخذ رجلك رجلي ركبه رجلك مد لا مد رجلك ليش الحين انت راشد فارس مد رجلك جامد رجلك رجل خلاص رجل الاولى نار النار ضحك علينا ما تضحك الاولى هجوم ضرب هدو كم عيال ما تفرق رجل واطيها اسمع احمد شمري ترك ابو النفال يا ابوي سوى لي كذا اروح ولا احنا ما هذول بين امثار قديم لا بين امثار قديم بين امثار قديم من ورا سلطان من ورا سلطان بيجي بعد شويه عشان كذا اقوله سلطان من ورا رايح بالمحكمة حر اي والله حر لا تحد رايش والله حلوه اللعبه يا خلونا نلعب امثال كملتك برا كملتك برا بالزرع يوم قالوا والله الاجواء حلوه كيف مسرحيه تريدي بالله يا وليد تصحنا كلنا يا وليد شوف النجاشي النجاشي اي هو جوه ايش في ام الطريه فازع معه اي يا ولد ايش كيف قفز صك صك هذا ترى صدفه والله كيف شاف صدفه تراك نزلت انت ورجع والله قديمه بالالعاب والله ما شاء الله الله يخليك والله العظيم والله سلطان الامير لانه ضحكت منه لين بغيت منه نستاهل الاول صح سلطان والله تستاهل حق حاجه بعد كيف لابس الحيه وليفي دقيقه
وشو مثل بس؟ ايه شعبي مثل عربي اي شيء. دقيقة يا ابو لاف اقول لك شيء، اقسم بالله انك ضبطت اللهجة الحجازية اليوم ضبط صح؟ عجبتني اقسم بالله بشكل كبير بالله. قلها قلها متى بيقول والله مت عليك ضحك، يقول يقول لكن انت سويت حركة يقول هي حلوة. لا انا يوم طلعت عادي بس يقول انت يوم انك تسولف مع عبد الرحمن حلو يوم اني قلت انت مين ورد عليك ايش قال لك؟ انا اليتيم. ايه انا قلت انت اليتيم وضحكوا. إيه. يقول يوم ضحك المفروض انه يوم انه ضحك قال ها ها توكم تذكرتوني كان مشاء. قلت انا كنت ابي مش انتوا خربتوها بالاخير. لا بس ترى صوتك كان مره بس يقول يحلف حلف يقول والله جيت لكم الاربع ايام اللي طافت يقول ما قد ضحكت من قلب الا ضحك. قال حتى زملائك ضحكوا يا ولد. انا ما ابغى طالع فيكم، انا منزل راسي نفسك نفسي نفسي سوى حفله يوم اسمعكم تضحكوا خصوصا كيف ما اسمع يضحك معاه. احنا ما احنا ما احنا مجهزين شيء ابدا. اجا وليد ما قصرت. الله يعطيك العافيه وليد ما قصرت. تكلم زهران كيف 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 قبل قبل زهران. لا لا وليد وليد دقيقه ثني ثني طاح ثني تعيد وحتى اي اضربونك كمل يلا مثلا نضربهم مثلا المهم هذه